هلا نحن في عنا 7 فرق عراضة دمشقية بدنا يفوتوا من 7 أبواب دمشق، وفي عنا فرقة إنشاد تبع رابطة المنشدين الدمشقيين، وفرقة تراتيل دينية، وفي عنا 30 ميلوي بدهم يطلعوا مع فرق الإنشاد. هلا نحن اليوم مثل كل حفلاتنا نحن عم نحاول نثبت فكرة السلام، فكرة إنه نحن بعاد عن الحرب. نحن ولا واحد فينا يعني ولا حدا بسوريا اصلا له ايد بالحرب، فنحن بدنا نحاول بس ندفع الناس للسلام، الناس تصير تضحك من قلبها، ترجع تقول انه في موسيقى، نحن عم ننتج موسيقى بالبلد، البلد ما وقفت بخمس سنين الحرب، ما وقفت البلد، ضلت عم تعطي موسيقى، ضلت عم تعطي الشيء الحلو، ضلت عم تعطي السلام مثل ما كانت ورح تضل ان شاء الله. اليوم اسم الفعاليه من دمشق سلام، بهي الفعاليه عم نحاول نوجه رساله سلام بيوم السلام العالمي. راح تكون الفعالية بالشكل التالي، عندنا 7 عرضات فايتين من أبواب الشام 7، بعدين راح يتوجهوا للساحة لعنا لهون مثل ما شايفين في فرقة إنشاد ديني وفرقة كورال، بالإضافة ل30 مولوي راح يكونوا موجودين معنا. عم نحاول بلغة الموسيقى نوصل مفهوم جديد للعالم، سوريا لساتها بخير ونحن لساتنا قدرانين نكون مصدر سلام مثل ما عودتنا الشام.